بريخ رامشو، مساء الخير. مع تأليف الحكومة الجديدة والعتيدة بدت ملامحها تتكشف من خلال الموقف الأخير للرئيس نجيب مئاتي من شحنة المازوت الإيرانية اللي أدخلها حزب الله عبر الحدود الشمالية، اعتداء ثابت وواضح على السيادة اللبنانية. ولكن المؤسف أنه اكتفى فقط بالاستنكار من دون أي إجراء أو قرار بحد من هذا الاعتداء أو بيمنع تكراره. هالأمر بيشكل خرق فاضح لهيبة الدولة اللبنانية المنهارة أساساً، ليشكل بدوره حزب الله قانونه الخاص ويخلق قواعده الذاتية. وهالموقف الضعيف يلي بيرسخ تراتبية القوة بلبنان على مستوى السلاح وأخذ القرار اللبناني بمسألة الحرب والسلم. شحنة المازوت الإيرانية وما يتبعها من شحنات أخرى لا قيمة بطولية لها مهما حاول حزب الله تصويرها على إن انتصرت، فلا هي رسم لمعادلة دولية بقدر ما هي استفادة واستغلال لظاهرة الانكفاء الدولي، وليست كسراً لحصار مفروض على لبنان بقدر ما هي الاستفادة من الفراغ الداخلي لدعم ودعم فقط اقتصاد إيران. وبيبقى السؤال، هل باتت الأزمات بلبنان بمثابة الفرص الذهبية لحزب الله بإطلاق مبادرات وحملات يقلص بها سلطة الدولة وبيخلق مساحات نفوذ جديدة لإله وبيحقق فيها انتشاره وبيبسط سيطرته على قطاعات جديدة ونشاطات عامة إضافية بيفترض إن تكون مهام حصرية للدولة اللبنانية؟ هالمقالة يلي لفتتني عبر موقع جنوبي للدكتور والباحث والمفكر السياسي الأستاذ وجيه قنص، ونوجه له تحية بدون معرفة، ولكن لفتتني اليوم الجرأة والكلام الواضح والحقيقي يلي منقدر نوصف فيه حقيقة الوضع بلبنان. ضيفنا لليلة ضمن برنامج بكل حرية السياسي الأسبوعي مشاهدي الفضائية السوريانية سورويو تي في وعبر صفحة سورويو تي في لبنان هو رئيس موقع تحرير موقع جنوبية الصحافي الإعلامي حضرة الأستاذ علي الأمين. شكرا لاستضافتنا. أهلا وسهلا، تحياتي إليك وللمشاهدين الكرام، أهلا وسهلا. شكرا. يعني من السويد الليلي عم يسمعوكم للعالم كله عبر كل مكاتبنا اليوم. أستاذ علي، شو قراءتك التحليلية لدخول شحنة المحروقات الإيرانية واللي عم يبشرونا أيضا بأنه القادم بعد أكثر اللي دخلت الأراضي اللبنانية، خلينا نقول عنوة وفي وضح النهار، هل نحن برأيك أمام معادلة داخلية جديدة ذات تبعات إقليمية وأثار دولية؟ يعني ما في شك أنه الكل يعلم أنه قرار إدخال النفط الإيراني إلى لبنان اتخذ منذ فترة، وأعلن أمين عام حزب الله بشكل صريح وواضح ومستفز أيضا، وفيه شيء من التحدي، بأنه سنأتي بالباخرة الإيرانية. قيل في حينه أنه سيأتي بها إلى لبنان، رغم أنه لم يحدد بشكل دقيق هذا الأمر، ولكن في نهاية الأمر وصلت إلى سوريا وتحدث عن عدة بواخر. اللي بدي أقوله أنه هذا الأمر كان معروف ومعلن، ولم يصدر عن أي مسؤول لبناني أي موقف سوى ما قاله وزير الطاقة السابق ريمون غجر، بأنه نحن لم نتلقى أي طلب من أي جهة لاستيراد النفط، باعتبار أنه أي عملية استيراد للنفط أو الإتيان بالنفط من لبنان يجب أن تتم عبر وزارة الطاقة ويجب أن يؤخذ الإذن. الإذن لم يؤخذ. أيضا كان في فرصة حتى أقول أنه القصد من هذه الباخرة هو فتح مشكلة، وكان ممكن العمل كحكومة لبنانية للقول مثلا أنه والله الدولة الإيرانية رح تقدم مساعدات أو رح تعطي لبنان نفط بقيمة مثلاً بنصف السعر. كان لبنان أو الحكومة اللبنانية قادرة تعمل استثناء، بمعنى مثل ما حصل بالعراق. بالعراق شفنا أنه الدولة العراقية قدرت تستحصل على
إذن بأنها تستورد من إيران نفط، وبالتالي وهذا تم بالتنسيق مع الأمريكان وتم بشكل طبيعي، ولأسباب لأنه العراق يمكن ما كان متوفر عنده الغاز وما إلى ذلك. طيب لبنان كان ممكن يقوم بهالمهمة، كمان تقصد نصر الله أنه أن تتم بشكل خارج عن القانون وفيها شيء من التحدي، علما أنه الكميات اللي عم ينقال بدها تنجاب للبنان وهي كميات محدودة جدا ما بتحل المشكل، وبالتالي الهدف الأساسي منها هو فقط القول أنه نحن قدرنا نجيب نفط إيراني على لبنان، ليس أكثر من ذلك. ليش برأيك هذا التحدي اليوم؟ لأنه هذا وسط كل الانهيارات المتتالية، هذا حساباته إيرانية ما له علاقة لبنان فيها، لدعم اقتصاد إيران، مش لدعم، في رمزية أنه نحن قدرنا نجيب نفط إيراني على لبنان، أنه ينقال أنه الإيرانيين المحاصرين بيقدروا يجيبوا نفط على لبنان، علما أنه هذا النفط لأنه كان دائما تروج بخطاب حزب الله انه هذا خرق للحصار، يعني انه هاي البواخر النفط اللي اجت على سوريا والقوافل الصهاريج، بس الا يفرض عقوبات اليوم على الدوله؟ بس بدي اقول اول شيء مين قال انه في حصار؟ يعني سؤال انه في خدعه، في شيء مثل كذبه هيك بيروجوها انه نحن عم نخرق الحصار. ليش هلا اذا الدوله اللبنانيه جابت 100 باخره و1000 باخره في حدا بيمنع الدولة اللبنانية أنها تأتي ببواخر النفط؟ هل مشكلة النفط أنه ممنوع يجي نفط على لبنان مثلا؟ المشكلة بمكان آخر، المشكلة هي بأنه النفط له ثمن وبالتالي بدك تدفع الثمن، ولأنه نحن بلبنان عاملين سياسة دعم من أجل التهريب ومن أجل المافيا مش من أجل الناس، وصرنا دافعين نحو 15 مليار دولار بأقل من سنتين للدعم من حساب الشعب من والمودع اللبناني، 70% إذا مش أكثر راح للمافيات وللتهريب إلى سوريا وإلى أماكن أخرى، بل إلى دول العالم، لأنه كل الناس كنا نشوف وقت بالفترات الأولى لما كان الدعم على المواد الغذائية والأدوية كنا نشوف جزء من هذه الأدوية والمواد الغذائية عم يباع بدول أخرى، وبالتالي مين اللي بيقدر يبيع ومين اللي بيقدر يهرب؟ هذه المنظومة الحاكمة في لبنان هي اللي ماسكة وهي اللي بتقدر، مش الناس العاديين اللي ما عندهم يعني منهم مواليين لهذه السلطة بيقدروا يهربوا. فبالتالي سياسة الدعم هي اللي أدت إلى أنه فعلا خلقت نوع من عجز أو إغراء بنفس الوقت للتهريب وبالتالي هون النفط الإيراني اللي إجا على لبنان إجا في سياق فقط لينقال اللي هو لبنان مش بيستهني. بس برأيكم أمريكا لم تغض النظر أم تسمح لدخول هذا النفط؟ إذا ما بدها ليش بعتقد أنه في بمكان ما، خلينا نقول نحن بلعبة الدول بين بعضها، لأنه نحن تعودنا دائما خاصة بين الإيرانيين والأمريكان دائما في نوع من التواصل، وبالتالي حتى لما متذكر لما صار الاتفاق النووي سنة 2015 كان شبه مفاجئ وكشفت عن جلسات وحوارات كانت عم بتتم بعمان وبعدة دول. أكيد في هذه المرحلة في شيء من أنا ما عم بقول أنه في شيء من التطابق، ولكن قد يكون هناك نوع من غض نظر أمريكي حصل بالسمع، وقد يكون فخ، يعني ما بنقدر نقدر للآن كيف يمكن أن يستخدم عملية إدخال النفط إلى لبنان، لأنه كمان في كلام عن ناطقة باسم وزارة الخارجية أمس الأمريكية قالت أنه هذا إدخال النفط الإيراني إلى لبنان سيكون له أضرار على لبنان، وبالتالي ممكن يحمل هذا الكلام نوع من التهويل، ممكن يحمل نوع يعني من يعني مين اليوم بيحمي هذا اللبناني المواطن يلي لا ناقة له ولا جمل؟ يعني هل برأيك أستاذ علي اليوم نحن أمام معادلة لإضعاف الدولة اللبنانية أو الدخول خلينا نقول في طور اللا دولة بظل مشاركة حزب الله بحروب إقليمية إن كان في سوريا أو اليمن أو العراق؟ كل ما يجري هو من أجل إظهار الدولة اللبنانية على أنها كائن هش، هيكل هش، شيء ضعيف، شيء غير قابل لأن يكون على مستوى المسؤولية. هذا مسار طويل، وهذا دائما شفنا يعني له أسباب متعددة، لكن في سبب رئيسي
ودائما حزب الله منذ أن يعني وجد في لبنان على قاعدة أنه قوة مسلحة وعسكرية، كان مصلحته الدائمة أن يبرر وجود هذا السلاح وأن يستمر في يعني امتلاك هذا السلاح والعمل من خلال هذا السلاح بالقول أن لبنان بلدا ضعيفا، وبالتالي لا ثمة حاجة دائمة ومستمرة إلى أن يكون هناك مقاومة، إلى أن يكون هناك طرف عنده سلاح. واستغل حتى بعد تحرير الجنوب اللبناني عام 2000 بقي متمسك بالسلاح وتذرع بمزارع شبع اللي ما عاد جاب سيرتها، ثم لاحقا تذرع بقصة الإرهاب وأنه هو حمى لبنان من الإرهاب وحمى المسيحيين وأنه حزب الله، ثم دخل إلى سوريا ثم ذهب إلى اليمن ثم ذهب إلى العراق، وكل هذا ضمن استراتيجية لا علاقة للبنان فيها بقدر ما هو يمثل استراتيجية إيرانية ونظام مصالح إيراني. كان عم بينفذ هذه المصالح وكان عم بيحاول يقنعنا بالقوة أو يستغبل اللبنانيين بالقول أنه هذا العمل كله، قتاله في سوريا وقتاله في العراق وقتاله في اليمن وحمله السلاح، هو من أجل لبنان. لكن عمليا نحن اللي شفنا بالمسار، شفنا بالمسار اللي هذا المسار اللي مشي فيه على الأقل من 10 سنوات إلى اليوم، في حالة انهيار عم ينشهدها لبنان، إما على المستوى الاقتصادي، إما على مستوى علاقاته الدولية والعربية، إما على مستوى بنية الدولة اليوم. بنية الدولة وقدرتها على، إما على مستوى أيضا نشعر بهشاشة الأجهزة الأمنية والمؤسسات اللي بدأت تتحول وكأنها أدوات حتى تحت سيطرة حزب الله، ما عاد لها الخصوصية بالمعنى أو الاستقلالية اللي عم نشوفها. وهذا خطر، خطر كبير على الدولة اللبنانية، لأن احنا اليوم أمام حالة انهيار الدولة الكيان. يعني نحن أمام تحدي وجودي اليوم، مش مسألة أنه في طرف سياسي عنده مشكلة أو في جهة معينة عم تتجاوز القانون أو أنه بظرف استثنائي، لا، في نحن أمام تحدي وجودي، هل يبقى لبنان أو لا يبقى؟ إلى هذا الحد نحن واصلين، مش أنه، وبالتالي الرد على هذا التحدي يجب أن يكون أيضا على المستوى نفسه اللي بيفترض تغيير حقيقي لازم يحصل فيه لبنان. اليوم لما نشوف بعنوان عريض عبر موقع جنوبية بتقول فيه الرئيس نجيب ميقاتي والحكومة محاصران بين هلالين، بين كباش الرئيسين ميشيل عون ونبيه بري المستمر حتى نهاية هذا العهد، وبين الرفض الخليجي والعربي له ولحكومته، كيف بتشوف هالأمر؟ يعني في مستويين، في مستوى أول بالصراع السياسي بلبنان بشأنه هو المستوى أولاً السيطرة الكاملة اللي نحن بنعتبر أنه حزب الله هو مشكل هالخيمة وهالمظلة اللي مسيطر على مفاصل السلطة في لبنان. تحت هالمظلة بيسمح حزب الله بهذه الصراعات أو بيترك مجال للصراعات، واللي شفناها بعملية تشكيل الحكومة اللي استمرت 3 سنة، كل الحكي كان عن أنه هذا بده وزير وهذا بده وزيرين، لكن إجت الإشارة الخارجية من خلال اتصال الرئيس الفرنسي والرئيس الإيراني تشكلت الحكومة. وبالتالي في مستوى تاني هو مستوى أنه خلافات ميقاتي أو الرئيس بري مع الرئيس عون، الرئيس بري حليف حزب الله والرئيس عون حليف حزب الله، لكن بمكان معين حزب الله بيسمح بهذه الخلافات، يعني خلافات المحاصص شو إلي وشو إلك. والرئيس ميقاتي يصور اليوم على انه وسطيا بين هؤلاء، يعني مش وسطي دبلوماسي اكثر، انه بين حزب، بين الرئيس بري علاقته وثيقه وقوي، وكمان هو يطمح الى ان يكون في تنسيق ايجابي مع الرئيس عون. بهالمعنى فينا نقول انه في هذه اللعبه الممجوجه واللعبه السخيفه اللي بيلهونا فيها، لأنه هذه السلطة فقدت كل قدرة على أن تحقق شيء إيجابي للمجتمع وللدولة، لأنه هذه السلطة هي اللي هالمنظومة اللي هلأ تشكلت من خلال الحكومة واللي هي أقنعة لقوى سياسية لو سموا اختصاصيين، بس كل واحد سموا حكومتهم معا للإنقاذ. إلى أي إنقاذ اليوم؟ هاي الطبقة السياسية هي اللي نهبت وهي اللي تحاصصت البلد وهي المرهون رهاناتها على الخارج، وبعدها عم تكمل للأسف. وبالتالي هذه السلطة ما منتوقع أنها تقدر تنجز شيء
إيجابي للبلد أو يحمي البلد. لذلك أنا بدي أقول ربطا بالسؤال اللي تفضلتي فيه، إنه شو الفرصة اللي عندهم اليوم؟ الفرصة اللي عندهم إنه يطلع اليوم في إحباط سني، رح نتوقع مئاتي، رئيس مئاتي بعد شوي يقول حقوق السنة، ورح نتوقع كمان التيار الوطني الحر والرئيس ميشيل عون يبلش ينحكى عن حقوق المسيحيين وحماية هذه الحقوق، ورح نتوقع كمان بمكان آخر تحت عنوان مثلا بكرة الأمضاء الشيعي بالحكومة، وأنه يا غيرة الدين حقوق الطائفة رئيس الجمهورية عم ببلش يمد إيده على حقوق الشيعة. هاللعبة اللي أنا بفترض أنه اللبنانيين اكتشفوها وما عادت، يعني صارت مملة وممجوجة وفقدت كثير من قدرتها على إثارة الناس. بس في رهان بتلاحظي أنه هذا الخطاب الوحيد الموجود عند هذه المنظومة، ما عنده شيء تاني، للأسف ما عنده شيء تاني دايماً تقوله، دايما التحريك العصب الطائفي للأسف والتخويف أنه بوقت إذا بيتركوا الشعب هالقد هو قادر يعيش مع بعضه بدون أي رهانات أو بدون الناس أي، آخر شيء بدها تعيش، بدها حقوقها لحد المعقول من حقوقها، مش كل حقوقها يعني أكيد، بدأ أنه تعيش ببلد قادر تشتغل فيه، بلد منفتح، على بلد إذا أنا بدي أفتح على روح على دولة تاني قادر روح على دولة تاني، إذا بدي أعمل علاقة تجارة بدي أعمل، بدي سافر، بدي استقطب مستثمرين من الخارج، الناس بتعيش بهذا. لكن هاي الطبقة الخبيثة، الطبقة السياسية الخبيثة اللي دائما هي ما بتعيش إلا على هالعصبيات، على إثارة العصبيات، ادعاء أنه عم تحمي حقوق أبناء الطائفة للأسف. أستاذ علي، برأيك اليوم حكومة الرئيس ميقاتي مع البيان الوزاري الأخير يلي اليوم الناس ملت وما عندها ثقة أبدا فيه، هل هي أمام تحدي أيضا العزلة العربية من جهة مع استمرار الصمت العربي والخليجي المطبق تجاه حكومة ميقاتي؟ كيف تقيم الموقف، سلبيا أم إيجابيا؟ لأنه يعني أي يعني طبيعي، أنا ما شايف أنه في فرصة لحكومة ميقاتي أن تلقى ترحيبا تحديدا خليجيا، يعني حتى نكون واضحين أكثر، سعودي وإماراتي وكويتي واللي هي وهذه الدول، لأن ليه عم نذكر هالدول؟ لأنه هالدول دائما كان إلها أيادي بيضاء على لبنان، يعني بكل الملمات والأزمات السابقة كنا نلاحظ الكويت والسعودية والإمارات من أول الدول اللي بتقدم مساعدات للبنان، إما من خلال الودائع إما من خلال استثمارات معينة. طيب إنه أنا كيف بدي أكون إذا كنت مطرح، وهي عم يحكوها السعوديين بشكل واضح يعني بطريقة أو بأخرى، إنه أنا كيف بدي ساعد لبنان وكل يوم بيطلع لي حدا من لبنان ومش حدا يعني عادي أو صحافي مثلي مثلا أو شيء شخصي، لا عم بيطلع حزب الله اللي ماسك البلد بده يتدخل باليمن وبده يتدخل بي وبده يسب آل سعود وبده يشتم الخليج وبده طيب إنه بتعملوا كل هالشيء وبعدين بتجوا بتطلبوا مننا مساعدات وبتنسوا إنه كتار من اللبنانيين عم بيعيشوا بهالدول وعم بيعيشوا أهلهم بلبنان. فبالتالي الموقف العربي كان أخذ حد، بمعنى الموقف السعودي كان عم بيقول إنه أنا حكومي فيها حزب الله، أنا مني رح أكون إيجابي اتجاه التعامل، ما رح أوقف بوجهكم بس بنفس الوقت ما رح أقدم لكم مساعدة، وبالتالي بنشوف هذا الانكفاء السعودي. هذا مو بقى يعني هذا بالتأكيد أنا عم فسر الموقف السعودي والعربي اللي يمكن نحن، بس حتى الوافق مع 100 يوم لاختبار حكومة ميقاتي برأيك أستاذ علي، وشفنا يعني مع دخوله مثل ما بيقول المثل اللبناني شمع طوله وصول الشحنة الإيرانية للنفط، مش بس هيك ميقاتي، ما بتعتبر هالأمر تسجيل خلينا نقول نقطة سلبية من قبل المجتمع الدولي في مرمى حكومة ميقاتي؟ أنا برأيي أنه أول شيء خلينا نكون ما نوقع بوهم أنه رئيس نجيب ميقاتي كان رئيساً للحكومة بفترة دخول حزب الله إلى سوريا، يعني بال 2011 وبإلى 2013-2000، وبالتالي كان كل هذه المرحلة ومرحلة الانقلاب على الانتخابات النيابية اللي
وقتها تم إقالة الحريري، حتى ما أقول استقالة الحريري، وإجا ينفذ أجندة لها علاقة بكل هاي المنظومة الممانعة اللي وصلنا لهون وصلتنا لهون. أنا ما عندي رهان على كمراقب ومتابع على أن ميقاتي يحمل مشروعاً أو فكرة جديدة مختلفة، أو أنه يمكن أن يخرج عن هذه المظلة اللي عم بيمثلها النظام السوري وحزب الله، وحزب الله بالدرجة أساسية ربما في هامش بيقدر يتحرك فيه، لكن هو ليست الشخصية المؤهلة أن تلعب دوراً لاستنقاذ لبنان من الوضع اللي هو فيه. أقصى ما يمكن أن يقدمه أو يقوم به هو أنه يستحضر بعض المساعدات اللي الإغاثية إذا بدك، لأنه في نقطة جوهرية، طالما أن هذه البلد يعني هذه الدولة ليس فيها سلطة، وهي مسيطرة على الحدود، وهي مسيطرة على المرافق وعلى المرافق، وهي لها الكلمة الأولى في كل السياسات الخارجية والداخلية، فلا أرى أنه هناك فرصة فعلا للخروج من 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 النفق. حزب الله عم بيروح على أنه البلد ياخده كدولة من دول المحور الإيراني ويلتزم بمتطلبات هذا المحور، وفي معظم اللبنانيين ما أنهم مرتاحين لهذا الأمر، لكن في سطوة السلاح، في قوة، هذه القوة اللبنانيين حتى الآن لا يستطيعون مواجهتها، رغم أن المقاومة استسلموا برأيك؟ ما استسلموا، لا، اللبنانيين رغم كل شيء شعب حي، شعب دائما عنده يعني ما في هذا التسليم والاستسلام، لا، في إرادة دائمة، قد يبدو في أحيانا خفت الحركة وخفت الاعتراض، لكن إذا بتراقبي لا، حالة الرفض موجودة بالمجتمع، بتعبر عنا أحيانا بشكل قوي وعنيف، أحيانا ما بتعبر عنا، لكن ظاهرة وقائمة وبتعكس فعلا رغم كل محاولات التيئيس اللي عم يعني تتعمم بالبلد، واللي إلى أسباب ووقائع يعني موضوعية على مستوى الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي وكل هالانهيارات، لكن بنفس الوقت بنشوف إنه في إرادة حقيقية للتغيير بتعبر عنها بأشكال مختلفة، بدون يعني بشكل أشكال عفوية، بمعنى إنها بتعكس فعلا روحية لبنانية موجودة بكل المناطق، بكل الأماكن، نعم، بكل الساحات. حتى لاحظنا عن جمهور حزب الله في تغيير ببعض يعني خلينا نقول البلدات أو يعني الناس، وكأنه الجمهور صار في وعي معين. هو الناس مهني، هو لبنانيين موجودين عايشين بهالبلد، موظفين بيقبضوا معاشات، بيعلموا، بيشتغلوا، يعني عندهم مؤسسات، عندهم بفتشوا على وظيفة. حزب الله ما في شك عنده منظومة، يعني هي بتلتزم بقراره شو ما قال، لأنه هادي عايشة منه. خلينا نقول عنده فيدراليته الخاصة. لا بدي أقول عنده منظومة بمعنى أنه عنده محاسبينه. نعم. عنده الناس اللي هن بيعيشوا من حزب الله، ما عندهم مصدر عيش آخر. بس في الفئة الأوسع هي الفئة اللي مثل الناس اللي بقية اللبنانيين. يعني اللي فيها موظف بالدولة واللي فيها عنده مصلحة وعنده مؤسسة، طب هو ناس شو متضررين، جزء منهم عم بيهاجر، عم بيفل، وأكيد في غضب وفي شعور حقيقي بأنه مهما حاولته، لأنه حزب الله شو بيقول اليوم؟ كل هالشيء اللي عم بلبنان هو نتيجة الحصار، مع أنه ما في حصار، يعني شوف إنه يعني اختلاق الأكاذيب، نحن عم نعيش حصار. بالوقت اللبنانيين شايفين انه نحن الوضع اللي نحن فيه هو وضع ناتج بجزء كبير منه عن الفساد، عن انه فعلا في مجموعه حراميه حاكميننا، ولحد الان لحتى اليوم السرقات عم بتصير بشكل كبير، وسياسه الدعم هي اللي عم تصير. وايضا شغله ثالثه هي قصه انه قطع علاقات لبنان مع محيطه العربي. طيب هذه العناصر اللي كانت عم بتشكل اذا بدك رئه لبنان، نعم، ورئه الشعب اللبناني اللي بتنفس منها، اجى حزب الله ضربها بشكل واضح. طيب هالناس اللي حتى جمهور حزب الله، طيب شو انه هو الجمهور او البيئه الحاضنه كمان عايشين معنا، ما هولي هو كمان بدهم ياكلوا، بدهم يشربوا، بدهم، نعم، يشتغلوا، بدهم، منهم مرتاحين، وفي غضب حقيقي وتعبر عنه بشكل واضح، وفي سطوة أمنية زادت. الكل يعلم اليوم أنه مناطق حزب الله السطوة الأمنية زادت،
يعني كان بالأول لعبة الأغراء هي تلعب الدور، اليوم لا، السطوة الأمنية التهديد، وهذا عم نشهده. أي واحد بيقول كلمة ضد حزب الله بتكلفه، منا مسألة. هلأ يمكن اللي مثلنا نحن شوي أنه صرنا متمرسين أو أنه عنا ظروفنا غير، بس اللي إذا واحد قاعد بعلبك واحد بجنوب قال كلمة ما بيخلونا ببيته للأسف. وبالتالي الأجهزة الأمنية بتغطي هذا الأمر كمان. نحن يعني نحن معنا بمناطق الحزب أنه في شيء اسمه درك، في شيء اسمه جيش لبناني، في شيء اسمه قضاء، هي مناطق مسكرة، وكأنها مثل ما قلتي قبل شوي فيدراليته الخاصة اللي هي بيعمل أحكامه وقضاءه وسلطته لوحده، وممنوع حدا، باعتبار أنه كمان في عقلية هي مرات لبنانية مش كتير، أنه يا أخي إذا الشيعي ضرروا أنه هو الشيعة ببعضه، اما اذا يعني في هيك عقل احيانا انه نحن ما دخلنا للاسف، وكانه انسحبوا من لبنانيتهم. ايه ففي لا في في نزعه، لانه هي صوره لبنان هي نقيض لحزب الله. صوره لبنان، لبنان اللي كل بوعي كل مواطن لبناني، لبنان البلد اللي فيه حريات، لمناره المنطقه على مستوى الثقافي والاعلام، اللي هو مركز سياحي مهم على مستوى المنطقة، مركز المصرفي الأهم على مستوى المنطقة. كل هذه ما بتعيش إلا بمناخ فيه إذا بدك انفتاح وحرية وفي تنوع. هذا النبض اللبناني، هذا النبض نقيض تماما فكرة حزب الله اللي لا يستطيع أن يتحمل الرأي الآخر، لا يستطيع أن يتحمل فعلا فكرة وجود قوة وتنوع حقيقي، مش تنوع شكلي، لأنه حزب الله بيقول لك إيه في تنوع، بس تنوع تحت سطوته هو ماسكه، ممنوع حدا حاطط خطوط حمراء، ممنوع تتجاوزها هذه الخطوط. حزب الله عقلية أمنية، عقلية إيديولوجية، كل هاي العناصر ما بتتوافق مع فكرة لبنان، ولذلك وقت ما بيقوا هن لبنان بيموت، ببلش يضع، ما بيموت بس بيضمر فكرة لبنان، دور لبنان بيضمر للأسف. وعودة لبنان لا شك ستترافق مع ضعف هذا المنطقة. أنا مش ضد أنه حزب الله لازم يكون موجود، مع حزب الله مثله تلاقي قوة سياسية، بس يعني مش عزوقه هو فوت بنزين، بيطلع سوريا، بيطلع على اليمن، بيستبيح الحدود، مسيطر على المرافق، كل هذا نقيض للحد الأدنى من شروط الدولة، ونقيض لفكرة لبنان اللي فعلا ما بتتحمل الأحادية. لبنان بلد متنوع، لبنان علاقاته تاريخيا مع الغرب والشرق مع كل الدول علاقاته إيجابية، منا علاقات قطيعة. طيب نحن وصلنا لبنان اليوم على صورة حزب الله، أعداء حزب الله هني أعداء لبنان، خصوم حزب الله هن خصوم لبنان، أصدقاء حزب الله الإقلال هن اللي بقيوا أصدقاء لبنان. وبالتالي نحن يبدو أنه إذا مكملين هيك هذا الكيان غير قابل لأنه يستمر، وبالتالي نحن أمام يعني خيارات حقيقية وجودية كيانية لابد من اتخاذها. اللبنانيين معنيين يدافعوا عن بلدهم، عن فكرة لبنان، عن فكرة لبنان، عن هذا الوطن، عن هذه الأرض. حزب الله معني أن يتأقلم مع اللبنانيين، مش اللبنانيين بأن يتأقلموا مع حزب يعني الله. هو مدعو أنه ينخرط في الدولة اللبنانية، يكون حزب سياسي مثل كل الأحزاب والقوى السياسية، حزب سياسي بدون سلاح. إذا ما نحكي أكثر أستاذ علي عن كباش الرئيس عون وبري، أدي عم ياخد مضايق، فبعد ما سمعنا اتهام باسيل لبري بتعطيل عهد عمه، عم بيدور صراع حامي حول مصير تحقيقات واستدعاءات انفجار بيروت 4 آب. شو تعليقكم على هالموضوع؟ بيتفقوا كلهم على انه هلا يعطلوا، يعني لاحظي انه كيف بيتقاطعوا قديش، رغم الخلافات الحادة بيناتهم الا بتشوفي تواطؤ حقيقي حول محاصرة المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت. وتقديري انه كلهم ضد فكرة انه يتم الاستدعاءات، لا
لأنه هي الاستدعاءات. استدعاء الأخير بحق الرئيس حسان دياب وقالوا أنه خارج البلاد. واليوم لصقا يعني بلغوا لصقا المحقق بيطار. بالتأكيد جريمة بهذا الحجم أنا كمراقب ما رح يتحسبوا. كل الحكي عن الحصانات بس عيب عيب جريمة بهذا الحجم أن يحتمي مسؤولين بالحصانات. هذه جريمة كبرى لدرجة أنه لو افترضنا أن هناك فعلا حصانات، لأنه هذا في جدل قانوني حوله يعني حول هالجريمة، منه محسوم أنه في حصانات، بس أنا لو افترضت أنه محسومة مسألة الحصانات أنه في حصانات، بس إذا في مسؤول بيحترم نفسه ينزع عن نفسه هذه الحصانة ويتقدم إلى القضاء ويحط، لأنه إذا هو بريء يعني إذا كان بريئا طبعا شو خايف إن كان عليه حصانة أو ما عليه حصانة. بالعكس أفضل أنه يثبت للناس. وعدم الذهاب إلى أمام المحقق العدلي لجريمة، لأنه خلينا نتذكر لما كانوا يقولوا المحكمة الدولية قدي طلع كلام وقت لما طلعت المحكمة الدولية أنه ليش مش القضاء اللبناني هو اللي بحق، ليش ماخدين على المؤامرات الدولية. طيب اليوم القضاء اللبناني يحق، انتوا يا طبقة نفس الطبقة، انتوا نفسكم اللي كنتوا عم تنتقدوا المحكمة الدولية، مفترض اليوم انتوا تكونوا وراء ودعم للمحقق العدلي، لكن هن مدركين. وشفنا المحكمة الدولية قالت مين المتهم ولأي جهة سياسية تابع. أكيد بس قبل إذا بتتذكر يعني أكيد المشاهدين كتار بتذكروا النقاش اللي كان عم بيصير. صحيح. إقرار المحكمة وعدم إقراره. مشان هيك اليوم تحت ذريعة إنه المحكمة الدولية مسيسة وإنه بالتالي اهتمامات دولية، يعني آلاف المقالات والحلقات التلفزيونية عملت. صحيح. والخطب. طيب الآن نحن اليوم أمام تجربة فرصة أمام القضاء اللبناني إنه ينهض. طيب ليه عم بتسكروا كل هذه وعم بتحاصروا؟ هذا بدلل إلى أي مدى هن متورطين. وكل من يعرف بالمرفأ، لأنه هي المرفأ مغارة علي بابا، هي ليست فقط ستكشف النترات وشو كيف كانوا عم يمروا، بدها تكشف أشياء كتير. وإذا كان في قرار فعلا بأنه نعمل إصلاح جدي، على الأقل نعمل شو كان يصير بالمرفأ، نكشف شو اللي كان عم بيصير بالمرفأ، فضلا بنقطة أساسية حتى ما أتوسع كتير، أنه فعلا موضوع النترات مين جابهن على لبنان؟ مش معقول يجوا هيك، ومش معقول بعد كل هالدمار اللي حصل، ثالث تفجير بحجمه وبقوته أصاب بيروت وتضرر الآلاف من الناس الجرحى والضحايا وفضلاً عن الدمار. نعم. ويبقى هالصمت. طيب ومنكم ما نوصل لنتيجة وأنه آخر شيء يصير. وللأسف شفنا بعض الأهالي تعرضوا للضرب يعني من قوى الأمنية. أنت رح أقول نفس العبارة، مش أنه تعرض بعض الأهالي، عمي هي جريمة بتخص كل لبناني مش الأهالي. صحيح. مش أنه قصة هو أهالي، يعني إذا بكرة الأهالي مثلاً وافقوا أنه نحن تنازلنا عن حقوقنا، هل يعني ذلك انه نحن اللبنانيين؟ هي جريمه وطنيه، منا جريمه فقريه بتتعلق بعائله والله حدث عمليه فقريه صارت وتصالحوا الاهالي بين بعضهم. كان ممكن يكون كل حدا منا موجود. لا، دمرت البلد. صحيح. دمرت البلد، دمرت الاقتصاد، دمرت المرفأ، دمرت يعني اضرار هذه الجريمه، يعني مثل نعم. هذا المكان اللي صار فيه التفجير، وإذا بدك عصب لبنان، يعني المكان المركز اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وعلى كل المستويات، ضربت القلب بهذا التفجير. وبالتالي هذه جريمة بتعني الكل، بتعني كل اللبنانيين. ولا معنى ولا مؤشر لأنه نحن ممكن نخرج من الأزمة، يعني ولا ممكن حتى نشوف تحقيق دولة بهالجريمة. هلأ في محاولات ما مبين، أكيد مش ما في تحقيق دولي، بس لا شك أنه في أشكال متعددة، ربما لجان تحقيق، ربما تحرك من الأمم المتحدة. ولاحظت أنا قبل كم يوم أنه في رسالة وقعوها مجموعة من الهيئات والجمعيات مؤسسات حقوق الإنسان والأفراد، وجهوها للأمم المتحدة من أجل
يعني إرسال بعثة تحقيق دولية إلى لبنان للتقصي، ليس بالضرورة أنه هي بتأخذ أحكام، لكن هي على الأقل بتشكل دعم للمسار القضائي، لأنه أخطر ما عم بيصيبنا اليوم أنه في حصار. القاضي التحقيق اليوم يتعرض لحصار حقيقي من الجميع من دون استثناء، وهي الطبقة خبيثة. يعني حتى رح يؤدي هذا التحقيق إلى خلافات على الساحة السياسية الداخلية، ما بعرف يعني الكل مدى متواطئ، بيتواطئوا بيلعبوا اللعبة، لكن لما بيصير الجد كلهم بيوقفوا بوجه التحقيق. ممكن بالنهاية أنه اليوم استدعى مثلا فينيانوس، الوزير فينيانوس، أنه في حدا بيستغل، لأنه هذا تابع للوزير سليمان فرنجيبي. نعم. وبالتالي هي رسالة لسليمان فرنجيبي، قبل كانت لغازي زعيتر الوزراء، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، أنه هي رسالة إلى بري. قبل كمان كان في حدا بيتعلق بأمن الدولي أو شيء، وكأنه حتى لو تابع هالوزير لجهة سياسية معينة وكأنه مش لازم يتحاسب. هي هذه العقلية. هل بتشوفوا بعد هالتحقيق نحن قادمين على انتخابات نيابية مقبلة قادرة تغير، يعني خصوصا أكيد وأنه أنا رأيي التغيير حقيقي وبده يحصل، بس رح يخلوا هالانتخابات تجرى؟ ما بعرف إذا بتصير، لكن بالتأكيد أنا ما عم بقول إنه التغيير شو حجم التغيير، لكن لا شك إنه في تغيير رح يحصل إذا صارت الانتخابات، وأصلاً نحن عم نعيشه لهذا التغيير. تقديري يعني إنه منا الانتخابات هي رح تكون تعبير، ولكن في أشكال أخرى ربما تشكل تعبير لاحقاً، بس في مسار تغيير وأنا مقتنع إنه هذا التغيير جاي. هلأ الرهان إنه التغيير يكون كبير، لكن أنا بتقديري وجود 20% بمجلس النواب من خارج هالمنظومة هو تغيير نوعي وحقيقي، وبيقلب لبنان من صورة لصورة، لأنه أخطر هالمنظومة ما بتقدر تحكم إلا إذا كانت قابضة على 100% من السلطة. تعرف إذا كان في 90% ماسك من السلطة، في 10% مش ماسكتهم، تنهار هذه المنظومة. وجود 10 نواب بمجلس النواب أنا رأيي متحركين ناشطين مستقلين، عندهم قدرة على المبادرة، عندهم قدرة على إظهار صورة غير الصورة اللي بيمثلها هالمنظومة الحاكمة، هو بيربكوا المجلس النواب، بغيروا بالسياسات. أنا ما بقلل من شأن، أنا مش بتمنى أكيد يكون في أكترية تغيير، ولازم يكون السعي لهذا التغيير، لكن مجرد حصول تغيير برأيي ولو بنسب بسيطة هو سيحدث نقلات نوعية بالحياة السياسية اللبنانية. ونحن على مشارف يعني موعد الثورة 17 تشرين، في شيء عم يتحضر اليوم؟ شو المطلوب من رجالات الثورة الحقيقية؟ خلينا نقول ما في شك أنه ثورة باقية، لأنه هاي المنظومة باقية، يعني ما تغيرت، ما زالت هي عم تحكم، وما زالت عم تحكم بنفس العقلية، وبتحكم بنفس العقلية لأنه ما عندها قدرة تحكم بطريقة تانية، طبيعتها ما بتسمح لها أنها تحكم بطريقة مختلفة. منطق المحاصصة والفساد والحصص والوزر، هذا شفنا بتشكيل الحكومة، رح نشوفه بكرة بالتعيينات، ورح نشوفه بمحاولة بالانتخابات النيابية، أو إذا صار في جدل بقانون الانتخاب. العقلية المحاصصة والفساد هي المتحكمة. نحن أمام هذه انتفاضة 17 تشرين، نحن رح نكون بالذكرى السنوية الثانية لانطلاقة هذه الانتفاضة، واللي أنا برأيي هي ما زالت مستمرة، لم تتوقف، في تنازلات، في 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 هبوط، في صعود أحيانا بصير، في عملية قمع، في محاولة، يعني خلينا نشوف كيف تم التكالب على هذه الانتفاضة، كيف استثمرت الشعارات الطائفية والمذهبية من أجل قمعها، كيف محاولة شيطنتها بأنه هؤلاء يتبعون إلى السفارات وما إلى ذلك، علما يعني أنه من بيحكي بالسفارات اللي هن رجال السفارات هن عم يتهموا الناس بأنه مجموعات السفارات. ليش حزب الله؟ شو مجموعة؟ شو مش مجموعة سفارات؟ مش بس سفارات، سفارات وأجهزة أمنية وأجهزة مخابرات وأجهزة تابع، هو يتبع للمنظومة الإيرانية ويفتخر بذلك، يعني منه مستحي بهالقصة بيعلنها، فما له حق يعير الآخرين بأنه لهم علاقات، فضلا أنه السفارات مش
نعم. هذا شعب آمن لما نزلت الناس ب 17 تشرين. أستاذ علي، بين 17 تشرين وبين 7 أيار لما استعمل السلاح غير الشرعي لحزب الله داخل في الداخل اللبناني، وين بتشوف مستقبل هذا السلاح غير الشرعي؟ هل من يعني قمع رح يكون له؟ هذا السلاح وظيفة، شو مستقبله؟ وظيفة اللبنانيين أن يفقدوه وظيفته. طب شو دور المجتمع الدولي منه؟ عم بيتعامل معه بدبلوماسية لا مثيل لها. حزب الله عمل نوع من ديل مع المجتمع الدولي ومع إذا بدك مع إسرائيل تحديدا، وقد لا يكون، والأمريكان أكيد مش بعاد عنه. أما حدود إسرائيل، عمل استقرار على الحدود الإسرائيلية مقابل أن يعطى حرية استخدام السلاح أينما شاء. فلذلك استعملوا بالداخل اللبناني، واستعملوا بسوريا، واستعملوا باليمن، واستعملوا بالعراق، استعملوا بكل الدول، وما شفنا ضربة كف بإسرائيل. وبالتالي إذا أنا محل الإسرائيلي بعيد من هون يعني، طيب انت مأمن لي استقرار، روح عمل ببلدك، بالعكس دمره، لانه لبنان كان مشكل هو اذا بدك المنافس. قوه لبنان هو اقوى دوله بوجه اسرائيل بالمعنى العميق للكلمه، مش بالمعنى السلاح، بالمعنى التنوع اللي فيه، بالمعنى النخبه اللي فيه، الثقافيه الاقتصاديه الماليه. طيب اذا جاي واحد للاسرائيلي يدمر له كل هالمقومات تبعيت لبنان، يروح يدمر وحاميل حدودي، وحدودي مستقرة، اقتصاد لبنان انضرب، المصارف انضربت، نعم. الاستثمارات انضربت، نخبة اللبنانية الفكرية والثقافية تهجر جزء كبير، نعم. منها العقول إذا بدك. هل عندك تهجر. خوف بين إسرائيل وإيران على ضياع الكيان اللبناني السيادي الحر؟ بالتأكيد إسرائيل أخطر شيء عليها لبنان، مش حزب الله. أخطر شيء عليها لبنان. لبنان بهذا المعنى اللي أنا كنت عم بقوله، بمعناه المتنوع، بمعناه الفكرة النقيضة للفكرة العنصرية اللي بتمثلها إسرائيل، بمعناه كلقاء ملتقى للأديان، بمعناه اللي فيه هذا الحيز من الديمقراطية، اللي فيه إمكانية منافسة لإسرائيل على المستوى الاقتصادي، على المستوى المالي، على كل المستويات. نحن عندنا قدرات هائلة، وبنفس الوقت نحن بنشكل خطر حقيقي على إسرائيل بهالمعنى. طيب إذا أنت إجا طرف عم يلغي لك انفجار المرفأ مؤشر، شوفي شو عميقة ضربة المرفأ، يعني بمعزل كيف صارت القصة، بس إذا بتطلع فيها بالعمق في ضرب للبنان، ضرب للفكرة اللبنانية، لشيء. هذا المرفأ هو إذا بدك نبض لبنان تاريخياً. لما بلشت تتأمم المنطقة العربية، لبنان انتعش، هو العصب، استقطب كل الرجالات المال العربي والباحثين عن حرية الرأي والكذا والإعلام، ومرفق بيروت كان المرفق اللي توصل البضائع وتنتقل كلها على كل الدول العربية. نعم. طيب إسرائيل عم تطمح تلعب هذا الدور، كيف؟ شو بدنا أحسن إسرائيل من أنه اليوم هذه الكيان عم يتدمر بمئة ذريعة، بمئة قصة، بمئة حجة، نعم. هي ما لها علاقة. وبقول لك إسرائيل بدها تيجي تعمل حرب، ليه بدها تعمل حرب على؟ بختام حلقتنا أستاذ علي، دهمنا الوقت اليوم، مع خارطة شرق أوسط جديد، وين بتشوف لبنان؟ لسيما وأنه يعني في كتار اليوم عم بيطالبوا بنظام فيدرالي بيحمي خصوصية لبنان وخصوصية المواطنين، بظل يمكن في دول محور الممانعة يقال أنه اليوم أمريكا توافقت مع الدول على أنه تسلم السنة لدول السنية لتركيا ودول الشيعية لإيران، ونحن رحنا بهذا المحور الممانع الإيراني حتى ما تترك مجال للصين أنه تدخل إلى الشرق الأوسط. هل مع كل هالأمور؟ يعني أنا باختصار بقول إنه لبنان لا خيار له إلا الوحدة. كل هالأفكار عن الفيدرالية والتقسيم هي بتعزز هذا الوضع القائم اليوم، لا بل بتجعلنا مجموعة ضياع وكيانات صغيرة في حدا مسيطر عليها.
يعني اللي عم بيعتبر انه والله بده يعمل فيدرالية لانه بيهرب من سلطة حزب الله بيكون واهم، بيكون واهم. سلطة حزب الله اليوم على القلمون السورية، على القلمون هي المناطق المحاذية، على حمص، شو بيمنع مفكرين انه يعني اذا ما في، اذا انعملت الفيدرالية حزب الله بيسيطر على كل هالمناطق؟ هذا ليس يعني البعض بيعملها كردة فعل انه احنا ما فينا نعيش مثلكم، لا، حزب الله بده هذا الكلام، بده يقول انه نحن، لانه حزب الله ما عنده فكرة يحتمي فيها الا يخلق عصبيته الشيعية، واذا في حدا تاني يخلق عصبية مسيحية ومارونية و هذا بيكون مناء، لانه بهاللعبة العصبية بيقدر يسيطر ويتحكم. اما لما بيكون في روح لبنانية وفعلا في حقيقة لبنانية بتعكس نظام مصالح الشعب اللبناني، بتعكس مصالح انتمائنا لهذه الدولة كمواطنين متساوين، هذه الروح هي اللي تضرب كل القوى اللي بتحاول تستثمر على حساب عواطف الناس وعلى حساب انتماءات الدينية من أجل مصالح إما مصالح خاصة أو لمصالح خارجية ما له علاقة، لبنان ما له علاقة فيها. وبالتالي أنا برأيي الرسالة هيك بحب أقولها لكل لبناني، نحن وحدتنا قد ندفع أثمان، رح ندفع أكلاف برأيي بالمرحلة الجاي، بس النقطة الجوهرية التي لا يجب أن نحيد عنها أنه إحنا شعب لبناني واحد، ونحن بنا دولة لبنانية وسنقاتل من أجل الدفاع عن كل لبناني، عن كل لبناني كان بالشمال ولا بالجنوب ولا بالبقاع ولا ببيروت بأي منطقة بلبنان، يجب أن يكون هذا اللبناني أنا معني فيه وهو معني فيه. وبالتالي وحدة الشعب، وحدة البلد، وحدة الدولة هي الفكرة الجوهرية التي يجب أن لا نحيد عنها، وما نغرق بلعبة فيدرالية وتقسيم وقصص مرقنا فيهم بالسابق وعشناهم أساسا بوقت الحرب، كلنا عشنا بوقت الحرب نوع من الفيدرالية. بس اليوم من أهم الدول الأوروبية وغيرها تعيش في نظام الفيدرالي وبتأمن كل حقوق المواطنين هذا على كل أراضيها، بتعمل دولة موحدة. عم نحكي سويسرا، عم نحكي الولايات المتحدة وغيرها. أنا برأيي بتعملي دولة موحدة أول شيء، بتعملي قانون، بتعملي نظام، يعني برأيك خلينا استقرار، اليوم استقرار وبعدين نستعيد هيبة الدولة. الدولة شو بدك تعملي يعني؟ هذا بصير تقسيم مش فيدرالية. إن شاء الله هذا الكلام أو هذا الطموح بأنه يكون عنا دولة بكل معنى الكلمة بالمدى القريب بأقل خسائر ممكنة. أنا بدي أشكرك. كلمة أخيرة، ما حدا بيقدر يحل مشكلته لوحده، مشكلتك بحل مشكلتي وحل مشكلتي بحل مشكلتك، مشكلتنا واحدة. يعني هيدا اللبناني اللي تعود يعيش بوحدة مع بعضه البعض بعيدا عن التناكفات السياسية. شكرا لك الصحافي الأستاذ علي الأمين، رئيس تحرير موقع جنوبية، ضمن برنامج بكل حرية. شكرا لكم مشاهدينا من السويد إلى العالم، على أمل نلتقى الأسبوع المقبل، إلى اللقاء. شكرا تحرير.